سائل يقول: ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن؟ حديث صحيح، خلق آدم على صورته يعني سميعا بصيرا يتكلم، لا عين ولا يد ولا قدم، وليس معناه المشابهة، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لكن معناه خلقه الله على صورته سميعا بصيرا، له وجه له يد له قدم، يعلم ويسمع ويبصر، كما هكذا قال أهل السنة كأحمد وإسحاق وغيرهم رحمة الله عليهم.